مساء الخير. معرض لمصورين عالميين بلبنان، خلينا نتابع سوا. معرض للصور الفوتوغرافية لأهم الفنانين العالميين جمعت في البي او سي، أي مركز بيروت للمعارض. حبيت فرجي شو في ببيروت صور عند الناس بهالليفل، يعني بهالمستوى. رحت لعندهم قلت لهم انه بدي يفرجوا الجمهور، لان الجمهور ما بيقدر يشوف شو في صور عند الناس، يفرجوا الجمهور التصوير على هالمستوى. وحكيت مع رئيس الميزون اوبان دو لا فوتوغرافي، عجبته الفكره وقال لي خلينا نخلي التصوير يحكي مع الفيديو. بقى عملنا هالمشروع سوا وجبنا تقريبا 40 مصور، 60 صوره وسبعه فيديو يحكوا سوا بهالمعرض. الفوتوغرافي صارت عملية يعني مرغوبة من الشعب اللبناني ومن الطلاب، بيهتموا. كان في تنظيم لمعرض سابق هلأ بأول السنة، الفوتوميد، اللي هو كان لتاني سنة بينعمل، وهذا يمكن حيتكرر كل سنة. فهذا المعرض الثاني للصور، وهدول الصور طبعا أهميتهم أنهم مأخذين من فنانين عالميين من مختلف الدول بالعالم، من أوروبا، فرنسا، هولندا، حتى في مصورين يابانيين وأمريكان، وطبعا في المصورين اللبنانيين. في بعض الصور يعني ملقوطة من بيروت، فطبعا نحن عم نشتغل هالشي هيدا لحتى نشجع أول شيء الكوريترز اللي هن يقدروا يجوا يعملوا معارض هون، ونشجع الفن بشكل عام. من البي او سي، دارين شاهين، قناة الجديد. النجم نور الشريف بصحة أفضل، منتابع أنا وياكم بالبانوراما الفنية. على الرغم من مرور 6 سنوات على وفاة الفنانة سلوى القطريب، ما زالت ذكراها حية فينا من خلال أعمالها وأغانيها. ولدت المغنية والممثلة سلوى القطريب في 2 شباط 1950 وتوفيت في 4 أدار 2009. ظهرت في عدد من المسرحيات الغنائية في السبعينيات، نذكر منها بنت الجبل، الأميرة زمرد، ياسمين، حكاية أمل. ومن أشهر ألبوماتها الغنائية أغنية وعدوني، الحياة الصاخبة، سلوى، أنا سلوى أنا، وخدني معك. أصيبت عام 2009 بجلطة دماغية، نقلت على أثرها إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت بعد النزيف الذي أدخلها في غيبوبة، وتوفيت في المستشفى بتاريخ 4 آذار 2009 إثر إصابتها بنزيف حاد بالدماغ. توفي اليوم الفنان السوري عمر حجو، وذلك بعد معاناة من مرض عضال، ليفارق الفنان القدير الحياة عن عمر ناهز 84 عاما. وقد اقترن اسم عمر حجو بأشهر الأعمال الفنية السورية، إذ شارك الفنان دوريد لحام في مسرحيات ككاسك يا وطن، وغربة، وصانع المطر، وضيعة تشرين، وشقائق النعمان، كما كان له دور متميز في أحد أشهر الأعمال السورية السينمائية كالحدود، إضافة إلى أدواره في المسلسلات على الشاشة الفضية مثل وادي المسك وكوم الحجر وبقعة الضوء وغيرها كثير. طمأنت مي نور الشريف الجمهور على صحة والدها الممثل المصري نور الشريف، حيث أكدت أن والدها بصحة جيدة ويتواجد حالياً بمنزل الأسرة ويمارس حياته بشكل طبيعي.
أطلق الفنان تامر حسني أحدث كليباته لأغنية 180 درجة، وكان الكليب كفيلم قصير حيث وصلت مدته لعشر دقائق يعيش بها أحداثاً صعبة بعد أن تعرض لحادث مروع وتخلت عنه حبيبته الأولى وعاش قصة حب جديدة. استمتعت النجمة مايلي سايرس بأجواء من المرح في الملاهي ديزني لاند يوم الأحد في كاليفورنيا، وكان برفقة مايلي حبيبها باتريك شوارزنيجر وشقيقتها نواة البالغة من العمر 15 سنة. قدمت النجمة بريتني سبيرز استعراضها الغنائي الراقص Piece of Me في لاس فيغاس الأسبوع الماضي، وقد كشف أحد الحاضرين عن فيديو يظهر لحظة سقوط شعر بريتني المستعار على المسرح خلال غنائها Do Something. هيدي كانت النشرة الفنية. باي.